اليوم وفي هذه الحلقة التي تنتجها وطن بالشراكة مع مركز الدراسات النسوية وضمن برنامج سند، نسلط الضوء على الإعلام الحساس للنوع الاجتماعي. لا يوجد منهجية عند الإعلام الفلسطيني في تعاطي مع القضايا الحقوقية أو القانونية أو قضايا النوع الاجتماعي. دائما حاضرين النساء مش لأنه عباقرة وعلى راسهم ريشة، لأنهم هم نص السكان، هم بأثروا وهم جزء من هذا التغيير. في بعض الأحيان للأسف الصحافة المهنية بتلحق بركب منصات التواصل في هذا الإطار، خصوصا في التفاعل. عارفين أكثر على برنامج سند، شو هذا البرنامج، متى بدأ العمل؟ قضايا المرأة تعتبر وكأنها قضايا خاصة بالمنظمات النسوية أو قضايا خاصة بالنساء أنفسهم، هذا مش صحيح. يعني أولاد مدرسة بالشارع بتعرضوا لهجوم من شباب بلطجية مع عصي ومع حجار وما تقدر تحميهم. صحيح. هذا قمة الخطورة. فلما بعرض في إحدى الأماكن وبلاقي الجمهور عماله بتقبلني، بقول البلد لساتها فيها بخير. الفن إذا لم يكن له رسالة هادفة فيأتي في إطار الترفيه. أنا بحس كونك تكوني بنت وعندك طموح بأي مجال بدك تقاومي في مجتمعنا، ولأن الانتفاضة للنساء المعنفات والمهمشات يجب أن يكون حالة مجتمعية تنادي بها كل القطاعات في المجتمع.